يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة في حديث من أجل أحاديث رسول الله. الحديث ده ينفع إن أنا كده، ينفع إن أنا أربي ابني عليه من سن 3 سنين، وينفع إن أنا أغير شخصيتي فيه ولو أنا عندي 60 سنة. يا نهار أبيض، كده كده. الحديث دوت حديث الوسع، أنا بسميه حديث الوسع، اللي هو حديث لا تغضب، يعني لا تكن أسيرا لنفسك الأمارة بالسوء، ولكن كن قويا، كن جلدا، كن رجلا، ولا تغضب، لأن الغضب يفتح باب النار، ومن لا يغضب يبقى في جنة الوصال. يا رب اجعلنا من الرجال مع سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا ممن يملكون أنفسهم فيكونوا من الرجال عباد الرحمن الذين جعل لهم الله سبحانه وتعالى أنوار الإيمان تفتح لهم باب الإحسان. يا رب العالمين اجعلنا على الدوام من أهل الإحسان، واجعلنا على الدوام نذوق حلاوة الإيمان بأن نمسك أنفسنا عن الغضب وعن إهانة الإنسان، بل نسعى إلى كرامته في كل زمان وأوان. أكرمنا برحمتك وبلطفك وبفتحك يا منان يا رحمن يا رب العالمين.